اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من قلب المطبخ الصعيدي. اهل الصعيد والناس الصعيده والناس الطيبين والامهات اللي كرموني امس امبارح في مدينه بني سويف، محافظه بني سويف. التكريم كان جميل لاكله امي اللي بنشوفه طبعا كل يوم على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري. فالنهارده حابب يكون المطبخ من المطبخ الصعيدي، فبحثت لقيت اشهر الاكلات في المطبخ الصعيدي الكشك، بما ان الكشك ده مخزون سنوي اللي هو القمح المجروش، فانا جاي على بالي النهارده اعمله بتركية حلوه واتعلمتها من الامهات في الصعيد، ناس طيبين لهم طعم ومذاق خاص في الاكل بتاعهم. ومعانا ملوخيه النهارده اللي هي الشلولو، هنعملها النهارده بشوربه اللحمه. طبعا عندنا لحمه بتتسلق ضاني هنا عشان ناخد الشوربه بتاعتها نعمل بيها الكشك ونعمل بيها الملوخيه، حاجتين نضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. معانا لحمه ضاني على النار بتستوي مع بوكي جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم وحبه مستكه حلوه كده علشان الضاني فيه زفاره. ايه الحلاوه دي؟ اللحمه استوت والريحه بتاعتها رهيبه. اللحمه دي اهي شفتوا ازاي اهو. على فكره المرعى اللحم لما بيكون مرعى نضيف سواء الضاني او ايا كان الباري بتبقى ريحه الشوربه رهيبه وجميله جدا. فيها البصل، فيها الفلفل، ايه الجمال ده، وفيها جزر، فيها كرفس، فيها فص بستيكه حلو. هو ده هناخد الشوربه دي طبعا نستخدمها استخدامات كتيره سواء للكشك او للملوخيه بتاعتي. السفره بتاعتي لا تخلو من طبق مقبلات زي البتنجان المخلل النهارده، وبيختلف من مطبخ لمطبخ. انا هعمله بخلطه النهارده انا بحبها اللي هي الفلفله الحلوه مع الثوم مع زيت الزيتون عصير الحامض. عايزاها سبايسي هتخليها سبايسي حسب الرغبه. السفره بتاعتي طبعا مهم جدا يكون عليها عصير، واحنا متفقين ان احنا في ايام الحر وايام الصيف الشيف المغازي مش حارمنا من حاجه. فانا معايا النهارده سموزي اللوز. يا مزاجك اللوز يا مغازي. اللوز بيعلي اوميجا 3، بيقوي الذاكره، ما بيخليناش ننسى، والاطفال بالذات والطلبه اللي بتذاكر بيشجعهم ان هم ما ينسوش ويركزوا في مذاكرتهم. فخلينا نشوف النهارده نعمل اللوز ازاي. سموزي حلو بالثلج والسكر وطعم الفانيليا. طبعا عايزين نقول معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن مميزه النهارده من المطبخ الصعيدي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا نصفي الشوربه بتاعتنا عشان نعمل شويه ملوخيه ناشفه. نشوف نعملها مع بعض ازاي. الملوخيه الناشفه لها قواعد. هنصفي الشوربه دي كده. يلا هو ده. دي الشوربه اللي انا هستخدمها لعمل الملوخيه. على النار بتغلي. واخد دول كده مش عايزهم. حلو قوي. واحده واحده مع بعض. وازودها شويه ميه. لان لازم الشوربه تغلي. بعدين الشوربه بقى هنا على قد كميه الملوخيه. انت عندك ملوخيه ناشفه كتير. دول بيكفوا على قد مثلا خمس افراد اربع افراد وهكذا. بنسيبها تغلي على النار. نظبط الملح بتاعها، نظبط البهارات بتاعتها، ده الطبيعي. تاخد شويه بابريكا حلوين كده. انا بحب الملوخيه فيها سنه سبايسي حلوه، مش سبايسي قوي يعني، فلفل اسود هنا بيلعب دور حلو. نشيك على الشوربه كده اهي. الله. دي الشوربه بتاعت الملوخيه اللي هتنزل فيها دلوقتي، بس خلوني اشوفها تغلي قدام عينيا. زي الفل. على الشوربه ما تغلي ونحضرها ونجهزها للملوخيه الناشفه بتاعتنا اللي واخده حنان الصعيد وحب الصعيد. تعالوا مع بعض نعمل طشه الملوخيه، وانا حبيت اعملها في السيجمنت الاخير او في نهايه الحلقه لان الطشه دي بصراحه بعدها الموضوع لا يقاوم يعني بصراحه، فانا عملتها عشان بعد كده نلتهم الملوخيه. معانا الشوربه بتغلي على النار، متبلينها ومظبطينها ومدلعينها اخر دلع. بص عليها كده اهي اهي. دي الشوربه حلوه قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده اهي اهي. شفت قوام الشوربه؟ حته اللي هي عامله مشاكلها هنا. حلوه قوي. دي الشوربه. هناخد الملوخيه دي تنزلها كده. يلا اللهم صل على النبي. وهي نازله في قلب الشوربه بتحكي صعيدي. يا ويلي يا ويلي. يوه 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 يوه. هو ده. ايه الجمال ده. التقليبه دي حلو قوي. تسلم ايدك يا شيف. الطشه بتاعتنا توم على النار، توم كتير، كزبره خضراء. هو ده الشغل. تومه كزبره خضراء اهي.
يلا يلا اوبا، معلقه هريسه حلوه او معجون طماطم قلبيها كده. هو ده جاهز للطشه؟ هتقدر تقاوم معايا؟ القوام بتاع الملوخيه. اللهم صل على النبي. ناخد الطشه يا عم الشيف جاهزه. يلا صل على الحبيب قلبك يطيب، قلب الصغير لا يتحمل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده هو ده. ناخد شويه شوربه من الملوخيه دي كده في قلب الطاسه. نقلبها. يلا هو ده، الف هنا وشيفه للي ياكل. اللهم صل على النبي. تقيله شويه يخفيها عادي، بتاعتك بتاعتك خالص اهو، وانت شغاله على النار تقلت اهو، هتقولي تقيله وانا بعملها خفيفه والشيف المغاز عادي. ميه مغليه، اوعى تحط ميه ساعه هزعل منك. نقلبها. طبق التقديم يلا. ملحها مظبوط، فلفل الاسود انا حاطه، قوام الحلو. اللهم صل على النبي. هو ده، ادي الملوخيه ده خدتها لغايه الكرين فوق اهي، ما بتقطعش. احنا مش بنهزر، خبره السنين. وزي ما قلت لحضراتكم، احنا لما بنعمل اكلات من قلب الصعيد او قلب الريف المصري بنبقى عاملين الاحتياطيات وكل الظروف، لان احنا مهما نعمل مش هنعمل زي اكل امهاتنا. نجيب طبق تقديم زي الفل، الف انا وشيف اللي ياكل. عايزها فين دي يا غالي؟ هنا مكانها حلو؟ قول لي. حاضر. يلا يلا. قال لك ايه بقى؟ الصورة الحلوة من قلب الصعيد تتحدث عن نفسها. ملوخية شلولو. شلولو لو تتعمل بشوربة باردة أو مية ساعة. ملوخية ناشفة بالشكل ده كده لما تتعمل كده. ألف أنا وشيفة للي ياكل. نخلي الباقي كده. تمام. تعالوا مع بعض نعمل سموزي اللوز. يا مزاجك اللوز. طبيعي اول ما نشتغل في عصير او بنعمل حلويات بنجهز نفسينا علشان ريحه الثوم، ريحه البصل، ده الطبيعي. نغير الكلافز بتاعنا، مطبخنا يبقى رايق، السكينه هنا ما تكونش موجوده اللي فيها ثوم، المعلقه اللي فيها ثوم كمان تطلع من المطبخ، مش تطلع من المطبخ يعني تبعد عن المكان. حلقتنا النهارده ليا الفخر وعظيم الشرف ان انا اكون في الصعيد امبارح في بني سويف بتكرم برنامج أكلة أمي على القناة الأولى. كل اللي قابلوني وكل الاستقبال أكلة أمي على القناة الأولى التلفزيون المصري، فكنت فخور جدا وحاسس إن أنا ماشي يعني كده إيه، مالي مركزي زي ما بيقولوا يعني. وخدت طبعا جايزة وكرمنا، وكان في طبعا ذوي الهمم، كنا عاملين مسابقة طبخ جميلة جدا، وجه لهم تحية والشكر للاهتمام بذوي الهمم. فجيت النهاردة واخد الانطباع الصعيدي إن أنا عايز أعمل أكل صعيدي، لأن أكلت الكشك ده إمبارح فاكلته كان طعمه حلو قوي، فحبيت اعمله لحضراتكم النهارده. عملته باللحمه الضاني، وعملت سلطه البتنجان او مكبلات البتنجان، شويه ملوخيه جامدين جدا، الطشه لسه لغايه دلوقتي في نغشيشي، معانا عصير اللوز الجميل الحلو اللي ساعد على هضم السلطه الخضراء بتاعتنا. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه حتى من الصعيد. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.